وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية والبنية، والبداية من الأهرام، حيث أول العناوين هو حالة ارتياح في الأهلي، الأحمر يغلق ملف MB والخطيب يجتمع بالجهاز الفني. أما من المساء في أول هدية من الفريق للخطيب، الأهلي المخيف وصل للوصيف. ومن الوفد حسام البدري يحاضر لاعبي الأهلي. ومن المصري اليوم مكافأة للاعبين بعد الفوز الخامس على التوالي. ومن الوطن سبورت، باسم علي ينتظم في تدريب الأهلي استعدادا للأسيوطي. أما من الشروق، الأهلي يوضح موقف المصابين. ومن اليوم السابع، ظروف خاصة تمنع الجوكر من الظهور مع الأهلي في التتش. من فيتو متعب يتألق بميران الأهلي وإصابة خفيفة لمحمد نجيب. أما من يلا كورة فعبد الحفيظ، لائحة عقوبات الأهلي ليست ضد صالح جمعة فقط. وفي الجول، الأهلي معلول يعود لتدريبات الجماعية بعد 48 ساعة. زي النهاردة ومن دوت مصر، مروان محسن يواصل أداء التدريبات التأهيلية في الأهلي. أما من الأهلي دوت كوم، فتدريبات استشفائية وفردية بمران الأهلي اليوم. ومن يور سبورت عربية، سلاح الأهلي الجديد لتسريع عجلة انتصارات استعادة عرش الدوري. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 4 ديسمبر من عام 1978، فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف سجل للأهلي عبد العليم زكريا ومحمد عامر. واهتزت شباك الأهلي لأول مرة في موسم 78-79 بهدف غير شرعي سجله طارق جلاد لاعب الاتحاد بيده في شباك إكرامي في الدقيقة 65، شاهده جميع من في الملعب إلا الحكم. أيضا زي النهاردة من العام الماضي، فاز الأهلي على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد من ضربة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب حسين الشحات، كما أهدر أحمد الشيخ فرصة التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عندما تصدى شريف إكرامي لركلة الجزاء. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.